بس احنا لو نجي ننقد يجب ان ننقد بشكل، اول شيء لازم نكون صادقين انه هذا مستوانا اللي قدمناه بثلاث مباريات. اجي انقد بشكل مهني واحترافي واقيم، اريد اعرف حجم الطبيعي وين حتى ابدي بدايه جديده، لانه هو هاي التجربه قلت لك يجب ان لا تترك. لكن بالمجمل فريق السعودي عنده خامات جيده وعنده لاعبين، وحتى المنتخب الاولمبي انا قلت لك كنت مساعد مدرب مع المنتخب الاولمبي العراقي ولعبنا في غرب اسيا، شفت مواهب يعني يمتلكون ثقافه اللعب، قابليات بدنيه جيده، فمستقبلا تتبني على فريق تدخل به كاس اسيا وبالتالي تدخل به تصفيات كاس العالم 26. انا اعتبر الكره السعوديه يعني ماشيه بالطريق الصحيح، اوفك من النتائج، النتائج يعني تخسر. انت فريق سريع امامك، فريق الايراني الشوط الاول مع امريكا 59 مناوله خاطئه لعب، صفر كورنر، صفر تسديده. فارق السرعه لعب دور كبير في فوز المكسيك اليوم، انا اعتبر يعني اقدر اقول لك 90% حسب المباراه بالسرعات فارق الارتداد من الهجوم للدفاع والعكس. كل الكور الثانيه كانت معاهم اليوم سرعه. كره القدم عباره عن سرعه، لعبه الغلبه فيها لمن هو اسرع، واضح جدا يعني. شفنا الفوارق بالسرعات وبالسبرنتات هاي ال10 وال15 يارد واضح جدا، لكنه يبقى الفريق السعودي تجربته تجربه مشرفه، والنتائج واداء قدم اداء مميز مع الارجنتين ومع بولندا، فحقيقه وعنده لاعبين خامات جيده ممكن تستثمرهم بالمستقبل ان شاء الله.